الإخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة عمال المقاهي. الحلقة ديال اليوم غادي نتكلم فيها على لي بارمان. قبل ما نبدأ الحلقة ديالي غادي نجبد واحد القصة كانت وقعت في واحد المقهى في بوسيجور. هاد المقهى هادي كانت حديثة الإنشاء، يعني مازال جديدة وفيها دي بيرسونيل جداد. فبالنسبة للي بارمان اللي كانوا خدموا تما خدموا بواحد الصالير ديال 3000 درهم. من بعد ما مشاو الاغلبيه ديال لي بيرسونيل تبدلوا، ما بقاش داك الصالير. جا واحد جيرون من المعارف، جا خدم تما وقال للمولشي، قال ليه الثمن هذا اللي كتخلص به هاد لي بارمان هادو راه ما كاينش في السوق. هاد الثمن هذا ما 3000 درهم راه ما كايناش، كيتخلصوا ب 40000 ريال. فاذا بيد اليوم 2000 درهم الشهر وكان كيخلصوا من الشهر، مشاو دوك الناس وتبدلوا داك البيرسونيل ومشى داك الجيرون ورابط ديك القهوه وحتى حاجه ما بقات خدامه، وكلشي مشى، كلشي مات. انا جبت هذه القصه هذه باش نهضر لكم ان الناس اللي كيخدموا بالصالير اللي هو شويه مزيان، فغالبا كتم الاقصاء ديالهم يا مع مول المحل يا مع واحد خدام بحالو يا مع جيرون. الا كان جيرون جديد، انا هادشي ديما كنهضر عليه جيرون السنطيحة. فإلا دخل جيرون السنطيحة لهذا المجال هذا، فكون اكيد انها غادي تكون الكارثه. اذا تقول لك اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعه. فغنرجع للقصه ديال هاد الناس هادو وغنهضر على الصالير. الاغلبيه ديال هاد الاخوان هادو كيخدموا ب 2000 درهم الشهر وما كتوصلش. يعني هاد 2000 درهم هادي ما غادي تخليك تكون حياه، تكون بها اسره، ما غاتعيش بها حياه كريمه، ما غاتكون بها سكنه مزيانه. فهاد الشيء هذا بطبيعه الحال كيكون راجع للمنافسه. كيف ما قلنا راه كاين ناس انت كتجي كتخدم بالثمن وكيجي واحد اخر كيخدم بالثمن اللي هو اقل منك. بطبيعه الحال هو ما غاديش يكون حريفي بحالك، حيت كون كان حريفي ما غاديش يخدم، اولا كتلقى ما عندوش مسؤوليه ديال راسو باش ما خدم ما كاينش مشكل. وهذا كيشكل خطر كبير على هذا الميدان هذا. فبطبيعة الحال كما كنوجه الرسالة للإخوان، الله يجازيكم بخير، حاولوا تخدموا بالثمن، حاولوا تديروا خدمة هي نقية، وحاولوا تستافدوا، حاولوا ديما تتعلموا. أي مجال دخلتي ليه حاول تعلم فيه وشوف الجديد ديالو باش تطلب الثمن، حيت ما بين مقهى ومقهى راه كاين فرق كبير. تقدر تخدم في مقهى بثمن وترقى وتمشي لمقهى واحدة أخرى وتخدم فيها بثمن اللي هو أكثر. فإذا ما لقيتيش اللي يقدرك دائما قلب على اللي غادي يقدرك. هذه أول نقطة هي ديال الصالير. ثاني مشكل هو ديال الجيرون. الا خدمتي مع جيرون حمار فبطبيعه الحال انت غتولي حمار، ما تخدمش مع جيرون حمار. اي محل بالك فيه شي جيرون حمار دور ما تبقاش فيه، ما غاديش تتعلم، ما غاديش تستافد، راه كتخرج على راسك كتقتل حياتك. ملي كتخدم في واحد المحل كيسيروا شي واحد اللي هو مكلخ راه كتقتل حياتك، ما تخدمش فيه. وثالت حاجه حيدوا منكم داك الحقد، داك الحسد. راه كنسمع قصص ديال الدراري اقسم لك بالله الا ما تندلها الجبين. راه ملي كتشوف واحد خدام في محل بجد ريال وكتمشي كتحفر لصاحبك فين يطيح، فراه هادشي ده حشومه. راه مي اش غادي دير فيه؟ غتخدم بوحدك كاع النهار كله، غتخدم بوحدك النهار كله، غتبقى تجي تخدم يومين في النهار الدوبلاش باش 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 تصور واحد شويه. هضر على راسك صاحبي، هضر على راسك وخدم بالثمن وما تحفرش لصاحبك. راه كاين ناس كيخرج كيمشي كيلعب في المولع ويخلي صاحبه غارق واحد، ما غيخرجوش ليه مثلا لي كافي كيف ما هما، اولا كيدير ليه شي تريك في شي تخربيقه، اولا كيبدا يبرقك تبرقيك، كيمشي ويبدا يوشوش لهذا ويوشوش لهذا ويعمر على 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 صاحبه. فهادشي هذا اللي كتمشيو فيه راه خطير، راه هادشي لا اخلاقي. هادشي هذا راه لا اخلاقي، وبنادم راه كي شنقول لك راه كيقتل راسو. راه كيعلموكم في هذا المجال هذا، الناس راه كيستافدوا كيزيدوا لقدام في العرفه، وانتم كيعلموكم التبرقيق، كيعلموكم التبرقيق. ما كتبقاوش رجال. ملي كتكون برقاق وكتكون بحلاس ما كتبقاش راجل. فالله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، حاولوا تخدموا بالثمن. انا كنانسيستي على هاد جوج النقاط. راه ما غيخلعكش الباترون، راه الا ما خدمتيش لي انت وما خدمش لي الاخر راه غادي يسد. راه كاين قهاوي اللي حالين، راه حالين داين واحد 10 ولا 20 واحد اللي يقدروا يمشيو قهاوي واحد اخرين ويخدموا بهم مزيان. راه 20 واحد راه روسيطه هذيك، راه خلاص ديال 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 بيرسونيل تمايا ديال النهار. فكاين قهاوي حالين كيخدموا عباد الله بجدريه. راه كاين بنادم خدام ب 50000 فرانك، خدام من 6 الصباح حتى ل 10 ديال الليل كيخدم ب 50000 فرانك. فالاخوان الله يرضى عليكم، حاولوا تعزوها، عزوا هذه الحرفه هذه. راه من بعد مره كندخل لبعض المواقع او لبعض الصفحات في الفيسبوك، فكنلقى انا كنقلب على خدمه، انا كنقلب على خدمه، عطيني لي كونديسيون خويا، حط السي في ديالك خويا، السلام عليكم، معاك فلان بالفلان بالفلان، ها هما لي فورماسيون اللي عندي، ها هما لي ستاج اللي عندي، ها لي زاتيستاسيون اللي كاينين، وطلب الثمن وها بشحال كنخدم. فاللي بغاك غادي يعيط ليك، اللي محتاجك غادي يعيط ليك. فملي كتقول انا بارمان وسرباي وجيرون وكيسي وميناج وبلونجور وكدير كلشي نتايا، انت بوحدك باغي دير كلشي في هذا المحل هذا،
ما غيخدم معك حتى واحد. انت غتدخل غدير كلشي انت، ملي كديرهم كاميرا ما كدير حتى شي حاجه، راه مايمكنش تكون معلم لكلشي. راه حشومه هادشي اللي كديروه، الدل هذا اللي كدلو، راه نتوما اللي كطيحوا راسكم في الدل. راه حتى واحد ما كيفرض عليكم الدل تعيشوه، نتوما اللي كطيحوا راسكم في الدل. راه هادي هي المعاناه، المعاناه اللي كتسبب فيها نتايا. ترى ما عندكش مشكل، ما عندكش مشكل، راه تقدر تخدم بالعز ديالك وتخدم بالهيبه ديالك وبالكرامه ديالك، وتقدر تخدم مدلول. انت كيبقى عندك اختيار كيفاش تخدم. وملي كتطلب كتقول لها اللي عطيتيني فراه صافي، راه تما بديتي في الدل. ملي كتدخل تلاقى بالسيد كتقول له اخويا اللي عطيتيني، واش السيد كيدير مليون في النهار ويعطيك انت 40000 فرانك السيمانه؟ كيفاش غادي يدخلها لك دماغك؟ كيفاش غادي تتقبل هذا الشيء هذا؟ راه ما تشوفش اليوم هاد اللحظه اللي انت جالس فيها، شوف من هنا لقدام كيفاش غادي تكون اسره بهاد الجدريه اللي غادي يعطيك، ويعلمك فيها التبرقيق، ويعلمك فيها الحضيه. كيجي واحد تيقول لك غتخدم معايا برمان وغتحضر لي السرباي، حضر لي السرباي وفيريفي ليا فيريفي ليا لي تيكي. راه عاطيك انت 70000 خدمه كديرها، راه كلها وخدمتها. هذاك راه كيسير، كاين كيسير اللي كيخدم ديك الخدمه هذيك، خاص بالطاباج، انت خاص بالبريسه، وكترضاو على راسكم تخدموا بهذا الشيء كله، وتبحليس وتبرقيك وتخدموا النهار كله، تجري على صاحبك باش تبقى نتايا النهار كله. على مالكم نتوما؟ فين باغي توصلوا بهذا الشيء؟ اش باغي تملك في الدنيا هذه؟ حاولوا الله يرضى عليكم تخدموا بالعز ديالكم. عزات عزك، راه ما تدلهاش. علاش تدل؟ علاش واحد خرج حيت طلب الثمن وتجي انت تخدم بالجدريال؟ راه مول القهوه كيصور من وراك مليون في النهار الشريف. كاين القهوه اللي كدير 2000 درهم في الصباح 2000 في العشيه، كاين القهوه اللي كدير 8000 درهم. كيفاش واحد واك راكب في الرونج ونتايا غادي ما عندكش حتى كيلوط، والباترون ديالك راكب في الرونج؟ علاش يركب في الرونج هو انت ما يكون عندك والو؟ هو راكب في الرونج خصك تكون عندك حتى طوموبيل ب 4 مليون ولا 5 مليون. انت تراك خدام، راه انت اللي كتجمع ليه داك الفلوس، راه انت اللي كتصورهم ليه، راه انت اللي كتخدم ليه 8 السوايع. راه ما عمركم تبحثوا الباترونات. راه نقول لكم واحد الكلمه وخذوها مني على يقين، راه اي باترون تبحثتي ليه ووقفتي معاه ولا كنتي معاه ما تبحثتيش خدمتي معاه، راجل سيدي نقول انت خدمتي معاه بالنيه ديال انك تخدم معاه، فراه هو ولد الحرام. راهم اكبر شيء انا كاينين في العالم، راه كنقول لكم كنعاودها، راه الجوع ديال الطاليان والجوع ديال فرنسا والجوع ديال الامريكان والجوع ديال الدول الاخرين، مشاو خدموا بحقوق كيجيو كيخدموكم نتوما بالجدريال. علاش غادي تحفر لصاحبك؟ علاش غتبحلس والجيرو راه خدام، الجيرو راه خدام اكل. مع احترامي للجيروات اللي كيخدموا بالثمن وكيخدموا بالصالير، كيخدم بالحقوق وكيعرف كيفاش يخدم، كيعرف كيفاش يجري الخدمه ديالو. ما كاينش واحد راه واخدين السميه كيجي كيضرب عليك تريكو ويضرب عليك شال ويضرب عليك صباط ويبقى يتبومب عليك كانه هو ما عرف، راه لا يفقهوا شيئا. راه لا بليبار ديالهم كيدخلوا للانترنت كيجبدوا شي منيات اللي ما كاينينش كيبغيو يحطوهم ليك انت باش تخدم بهم. المعاناه ديالكم فيكم نتوما، راه نتوما السبب ديالها، راه ما عندكمش نتوما مشكل. راه تقدر تخدم بالثمن وتدخل، راه كاين الناس اللي تخدم مع البيرسونيل اللي معاك راه كيكونوا سربايه الله يعمرها دار، كاين اللي غيحترمك، كاين اللي غيطلب منك كومود باحترام. راه الا درتي العز راسك غيديروه ليك الناس. ما راه كلشي كيبغي يدلك، راه اي واحد خدمتي معاه كيبغي يدلك. راه هضرنا على الدل راه كيبدا من الكليان، هو غادي الكليان كيجي مفرقع من الدار كيبغي يتفرقع على السربه كيجي كيتفرقع عليك انت كتفرقع على شي حاجه اخرى. فحاولوا الله يرضى عليكم تخدموا بالثمن، طلبوا الثمن باش تعيش انت حياه كريمه، باش تعيش انت العز. راه ما تخافوش، راه الاغلبيه ديال الناس جلسوا 3 شهور ديال الكونفينمون ولا 4 شهور ما وقع لهم والو، ما متوش حتى واحد، ما مات. الناس خايفين انهم يجلسوا، حتى واحد ما مات، كلشي جلس وداس الحياه. عليك درهم ولا جوج ديال الكريدي راه غادي تفكها، نهار اللي غتخدم بالثمن غادي تفكها. ما حد خدام بالجدريه ولا التبعليس راه ما غاديش تفكها وما غاديش تمشي بعيد، وغتبقى ديما ريحتك خانزه ديما كتعطات ملي كتخدم 6 الصباح حتى ل 10 الليل. فوقاش كدوش نتايا؟ فوقاش كتنقي حالتك؟ فوقاش كتمشي تحسن؟ راه تقدر تدوز من حدا بنادم يتقيا صاحبي يعيفك. راه كاينين ديز الصورات اللي كنهضر فيها راه واقع، راه ماشي كنهضر بشي حاجه، راه كنهضر بشي حاجه شتها بعيني، كنهضر بشي حاجه شتها بعيني. اولا عاودوها لي الناس اللي هما ثقه عارفوا ما غيكذبش عليك، كيعاود لك استوار. كاين بزاف ما يتقال في هذا المجال، كاين بزاف ديال القصص غادي نعاودو عليهم. راه هادشي للعبره في اطار المحاربه ديال الفساد. هذا فساد، الدولار ما عندها غرض، اللي جاب غير رخصه كتعطيه رخصه. علاش؟ حيت هو كلا شاربه معاك، كتشوف الضرائب اللي غادي تدخل،
كتشوف داكشي اللي غتصور من ورا داك الانفستيسور. اما بالنسبه لك انت كخدام راه ما كاينش لا عقل عليك، راه كيف ما قلت لكم راه كيخرجوا صحاب الضمان الاجتماعي كيضربوا على راسهم، قال لك ياخذ 2000 درهم وتولي تسخر عليه انت، مازال كيجي ياخذ فلوس على ظهرك انت باش كيوريهم كيف القوالب كيفاش يديروا. لا خويا ما ديك راه ديرها 10 ايام ديرها هذه، ولا دير ليه 3 شهور خرج 4 شهور دخل وهي غاده، وكيجي كيضرب فطور كيتفطح كيضرب فطور على ظهرك انت وانت كتسير به، هو وراهم كيفاش ياكلوك. وما تخممش شي واحد، هضروا على راسكم، خدموا مزيان تمام مزيان، اللي ما عندوش لاكيس يمشي يجري على راسه يقلب مالو، علاش ما ما قادش يخلص لك وريقات كيسد يطرق ردوا من فوق شمات مولي، ولا اي واحد كيدخل اي جي عندخل من برا دار قهوه. مرة الاغلبيه ديال ولاد البلاد اللي دايرين القهوه هنايا راهم دايرين العباد الله لاكيس ديال ولاد البلاد اللي ما خرجش برا ما خدمش ما جاش تما، ناس خدموا الدراري بلاكيس ديالهم خدامين، هادو راه كنعرفوهم حنايا. اما تخدم مع واحد كيهضر جوج لغات ثلاثه ويقول لك انا كنت في اسبانيا وكنت في فرنسا وكنت في امريكان، عرفوا غياكلك هذاك، ويبقى يضحك لك ويقول لك ميرسي وشكرا وسمح لنا ومسامحه وكذا، وهذه راه كتلقى ديال مو داك داك السروال اللي لابس كيقول انت يوميا كضرب عليه سروال ولبسه يوميا، انت خدام معاك كضرب يوميا لبسه جديده حطه جديده، هو عنده لبسه الشهر كله كيضربها، راه مول البروجي ديال 700 مليون ولا 800 مليون، فديروا العز لراسكم الاخوان غالي بارمان. حاولوا تخدموا بالثمن، راه 40000 ريال ما غادي لك والو، انت الا كانت غادي دير لك ساكن في بيت كتخلص فيه 5000 ريال انت وستاد الناس، راه واحد اخر ساكن ب 30000 ريال ومسكين عنده وليداتو في عمره 50 عام كيفاش غادي يخدم بارمان ب 40000؟ راه انت كتخليه يخدم ب 40000. الله يرضى عليكم، حاولوا ديروا العز لراسكم، وبركه من الحفير وبركه من التبركيك، فالتبركيك هذا راه ما خدامش، التبحليس راه ما خدامش، وديال تشد من 6 الصباح حتى ل 12 الليل، وفين غادي الشريف؟ خليو الناس يخدموا، راه انت شاد بوست بوحدك، خليو الناس يخدموا، راه كاين الناس كيقلبوا على خدمه، بارمان مسكين حتى هو عنده وليدات باغي يوكلهم، راه كاين فيديوهات كيتلاحوا عباد الله كيلوحوا في الفيسبوك فيديوهات ولادهم كيوريو ولادهم تقول لك حنا ما عندنا ما ناكلو، ما عندي باش نخلص الكرا، الله يرحم لكم الوالدين، بغينا غير شي خدمه، الناس ولاو كتمنى تطلب خدمه انت خدام بوحدك من 6 الصباح وانت شارات حتى ل 12 الليل. راه هادشي اللي كنعيشوه، راه والله العلي العظيم راه هادشي اللي كنعيشوه نستاهلوه، واحد كيخدمك بجدريه كيصور بك مليون، واش انت احمق ولا مالك؟ الله يرضى عليكم، نتمنى هاد الميساج هذا يوصل لجميع الاخوان، حاولوا تخدموا بالثمن، واللي ما واللي كيعرف شي بوست يوري لصاحبه راه ما كاين حتى شي مشكل، يحاول يبارطاجيه، راه الخير راه هادشي غير الخير، وخدموا بالثمن وبركه من الحفير وبركه من التبركين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.